مرحبا بكم متابعينا الأوفياء في كل مكان، نلتقي بكم مرة أخرى في هذا البث المباشر من العاصمة السوسية وجديد مدينة أكادير، بعدما تم تعزيز طرقات المدينة بتثبيت رادارات جد متطورة من أجل تحديد السرعة كما تشاهدون معنا على المباشر. فالمزيد من الحيطة والحذر، المزيد من الالتزام على الطريق، وكما يقول المثل دائما في التأني السلامة وفي العجلة الندم. هذه الرادارات التي ستعزز البنية الطرقية على مستوى المضار الحضاري لمدينة أكادير جاءت في إطار السياسة التي اتبعتها بطبيعة الحال وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك، بعدما أفاد وزير التجهيز والنقل في حديث سابق له وفي معرض كلامه بأن أجهزة الرادار من الجيل الجديد ستغزو العديد من المدن المغربية، وهي اليوم بمدينة أكادير. وتتميز هذه الرادارات بخصائص تقنية وظيفية جد متطورة تمكنها علاوة على رصد مخالفات السرعة القانونية من رصد مخالفات تجاوز الضوء الأحمر وتجاوز أيضا الخط المتصل والسير في الاتجاه الممنوع. وهذه الرادارات كنا نراها فقط في المجال خارج المدينة وخارج المجال الحضري، وهي اليوم بالمجال الحضري ووسط مدينة أكادير. وهذه الرادارات جاءت أيضا من أجل الحفاظ على سلامة مستعملي الطريق ومن أجل رصد كل المخالفات الطرقية، خاصة تحديد السرعة كما أسلفت الذكر، وأيضا تحديد كل المخالفات من تجاوز الخط المتصل وأيضا تجاوز الإشارات المرورية وغيرها من المميزات التقنية والوظائفية التي يمكن أن تقوم بها هذه الرادارات الجد متطورة التي عززت اليوم البنيات الطرقية على مستوى مدينة أكادير. وهذه الرادارات تم تثبيتها من مجموعة من المناطق هنا بالشارع المحادي لمؤسسة الترجي الخصوصية، وأيضا على مستوى شارع الجيش الملكي. وهذه الرادارات بطبيعة الحال جيدة ومستحسنة من أجل أيضا تقليل من حوادث السير، خاصة الحوادث التي تقع بسبب السرعة المفرطة، لأن العديد من السائقين، صراحة هناك مجموعة من السائقين المتهورين الذين يقودون بسرعة يمكن أن نصفها بالسرعة الخيالية والسرعة غير قانونية. وبالتالي هذه الرادارات جاءت من أجل أيضا الردع ومن أجل تطبيق القانون وإلزام كل المواطنين باحترام قانون السير، فهذه من أجل السلامة ديالهم أولا قبل كل شيء، وليس فقط من أجل يعني الحفاظ على السرعة القانونية. وبالتالي فهذه الرادارات الجديدة كان حال من أجدر أن يتم تثبيتها منذ سنوات عديدة، لأننا كنشوفوا مجموعة من حوادث السير التي تقع دائما بسبب عدم احترام قانون السير، وأيضا بسبب عدم احترام الأسبقية، وأيضا بسبب عدم احترام السرعة المحددة. وهذه الرادارات كما قال وزير التجهيز والنقل في حديث سابق بأنها سترصد المخالفات على بعد بطبيعة الحال 24 مركبة، ولو كانت يعني واحدة تلو الأخرى، مع القدرة على ضبط المخالفات في اتجاهي الطريق، سواء الاتجاه الآخر أو الاتجاه المعاكس، ولا تميز سواء بين العربات ذات الوزن الخفيف والوزن الثقيل بخصوص السرعة المسموح بها في هذا المعبر الطرقي. وهذه من بين المميزات ديالها، وتم يعني منذ فترة سابقة كانت تثبت فقط كما قلت خارج المضار الحضري، واليوم تم تثبيتها وسط المجال الحضري وسط مدينة أكادير، وتم توزيعها على مجموعة من الشوارع المدينة. اليوم نراها فقط بهذا الشارع وأيضا في شارع الجيش الملكي. فالمزيد من الحيطة والحضار، وهذه الرادارات لطبيعة الحال هي رادارات من الجيل الجديد وتتيح
مفاتيح ضبط حركة النقل والسير والجولان داخل المجال الحضري لمدينة أكادير. فهنيئا لساكنة المدينة بهذه الرادارات الجديدة التي من شأنها كما قلت أن تحافظ على السلامة الجسدية والسلامة الصحية لمستعملي الطريق والسلامة الطرقية أولى قبل كل شيء. فمزيد من الحيطة والحذر، مزيد من الالتزام حتى يتم بطبيعة الحال احترام قانون السير الذي أصبح واجبا وشيء أساسي على كل مستعملي الطريق. فالناس يعني يحتاطوا ويتفادوا بطبيعة الحال يعني هذا السرعة المفرطة وأيضا مختلفة المخالفات القانونية التي من شأنها أن يرصدها هذا الرادار اللي بطبيعة الحال يعني كنشوفوه هنا بهذا الطريق اللي كاينة محاذاة مؤسسة الترجي الخصوصية وفي التأني السلامة وفي العجلة الندمة كما كتشوفوا معنا على المباشر. فانتم كتشوفوا يعني الرادار جديد يعزز علامة التشوير الطرقي بوسط مدينة أكادير كما كتشوفوا معنا على المباشر متابعينا الأوفياء.